مشاهدينا رجعنا ليكم مره اخرى. مازال كنتواجدوا في الكواليس ديال زنقه السعاده عبد الصمد. مفتاح الخير، اهلا وسهلا. فرحانه بزاف، انا فرحان بكم الصراحه. ميرسي بوكو على قول لنا اش واقع. وحنا دابا كنعوضوا اللمسات الاخيره للسلسله ديال زنقه السعاده. حنا دابا في الاسبوع الاخير. ايوا واش غنقول لك، كاين بزاف ديال لي زيموسيون كي كنقولوا. غادي نتفارقوا من بعد ما دوزنا واحد المده ديال تقريبا 5 أو 6 ديال السيمانات. ولفتوا بعضياتكم؟ ولفنا بعضياتنا بزاف. كان الجروب صراحه من صهر بيناتو من الناس كان بيناتنا بزاف ديال الحب والموده والتفاهم. قليل فاش كتلقى في شي تورناج بحال هذا الامبيونس بحال هادي. حنا او ميم تو فرحانين او ميم تو مقلقين حيت غادي نتفرقوا. ولكن غادي يجي رمضان وان شاء الله وغادي تشوفوا الثمار ديال هذا العمل. ان شاء الله. عندي جوج الاسئله. السؤال الاول، غنشوفوا اللكنه المراكشيه في زنقه السعاده؟ با فورسيمون، ما حاولناش حتى شي بيرسوناج، ما تبناش شي لهجه معينه. حاولنا نهضروا ستوندار، يعني كي كنقولوا ديك الدارجه البيضاء. السؤال الثاني هذا شخصي ليك انت. وي ديما. انا كنشوفك فنان موهوب، خلي التمثيل كنهضر على الموسيقى. وي تقدر تشوفك عندك شي اغنيه خصوصا العود، تبدع في العود في الجيتار. من السي مربوح وانت لا هو الموسيقى بك وحتى الصوت ديالك صراحه. هو الموسيقى صراحه انا مساله اللي كتبقى مساله شخصيه ديالي، مع عمري ما حاولت انني نشتغل بها ولا، ولكن دائما الفكره كتراودني ديال انني نقدر نقدم شي حاجه. وي وي كاينه هذه الفكره سورتو مؤخرا. كنفكر بجديه سكوب صراحه. وي اول مره كان غادي تكون ان شاء الله غادي ندير شي تجربه، غادي نديرها غير ليا انا وغادي نبارطاجيها مع الجمهور. ماشي ايه اكيد. وكنفضل تكون شي حاجه بحال داكشي ديال الزمن الجميل المغربي. وي وي فهمتي، بحال داكشي ديال هذه بالخياط بحال هذا بالعود. المهم بالعود. لا المهم اكيد انه العود غادي احنا اشواق ان شاء الله. ضروري ضروري. تبارك الله عليك، كنحماقوا عليك. شي كلمه للجمهور. الجمهور كنقول لهم بعدا عواشر مبروكه ورمضان كريم بالصحه والعافيه وكل ما تمنيتو. وتسناونا ان شاء الله في رمضان. كنتمناو نكونوا في المستوى، وكنتمناو نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله. ملاحظه صغيره، كيف ما كتشوفوا عبد الصمد مفتاح الخير في الكاميرا، فهو كذلك خلف الكاميرا وفي الكواليس متواضع جدا، ظريف وكيحمق وكيقتل بالضحك. تبارك الله عليكم. ميرسي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.